مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا، نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. الكنيسة القبطية تودع مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان. قداسة البابا تودروس الثاني يدشن كاتدرائية مارجرجس بديره في الخطبة. بحضور قداسة البابا حفل تأبين الدكتور فوزي استفانوس بمسرح الأنبرويس. أهلا بكم من جديد. ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تودروس الثاني مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران إيباراشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا بخوميوس العامر بحجر إدفو، والذي رقد في الرب يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 81 عام، بعد أن خدم الكنيسة أكثر من نصف قرن بخدمة رعوية وتعليمية، مقدما نموذجا حقيقيا للحياة الرهبانية والخدمة الرعوية. هذا وترأس قداسة البابا صلاة الجناز على روحه الطاهرة يوم الثلاثاء الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة 47 عضوا من أعضاء المجمع المقدس وبحضور عدد من الشخصيات العامة. نتابع. في أجواء خيم عليها حزن وألم الفراق الممزوج بإيمان كامل إنه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، ترأس قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم الثلاثاء بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل للأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير قديس الأنبا بخوميوس بحاجر إدفو، الذي تنيح في الرب صباح يوم الاثنين بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز 81 سنة، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة والرهبان وجموع كبيرة من محبي المطران المتنيح وسط إجراءات احترازية دقيقة. نودعها على رجاء القيامة ونستمع إلى قول الكتاب المقدس: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن ليستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. نودعه ونحن في ملجا الرجاء أنه عاش بيننا وخدم وقدم لنا نموذجا طيبا للخادم الحقيقي. حقيقة هو فعلا كنا بنسميه ملاك المجمع المقدس، صحيح فقدته الكنيسة لكن رابحته السماء، هو دلوقتي بيذكرنا ودخل مع الذين سبقوه مكللا بالأكاليل كلها اللي وعد بيها ربنا يسوع المسيح. ربنا يعزينا كلنا الحقيقة في انتقاله، لانتقاله يعني أثرنا فيه جدا، لكن اللي بيعزينا أن هو خد المكافأة النهائية مكان الراحة، هو دلوقتي بيذكرنا ويذكر كل الناس. نحتفل بتوديع أبونا وحبيبنا ومعلمنا نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان. سيدنا له صفات كثيرة جدا، سيدنا علمنا احنا تلامذته، علمنا الحب بمعنى الحب العملي مش الحب النظري. سيدنا الأنبا هدرا ملاك من السماء، عاش معانا فترة، ربنا بعته لنا علشان يورينا محبة ربنا وعمل الروح القدس وثمار الروح القدس في حياتنا بصفة عملية، فإحنا استفدنا منه الكثير والكنيسة برضو استفادت منه الكثير. ألقى قداسة البابا كلمة مؤثرة أشاد خلالها بالنموذج الحقيقي الذي قدمه نيافة الحبر الجليل للأنبا هدرا في حياته وفي خدمته الرعوية، وأعلن قداسته عن تعيين نيافة الحبر الجليل للأنبا بخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة نائبا باباويا لإبراشية أسوان لحين تدبير أمورها. عقب انتهاء صلوات التجنيز تم نقل جثمان إلى أسوان وأقيمت صلوات تجنيز مرة أخرى صباح يوم الأربعاء وسط أبنائه ومحبيه.
أجسامهم دفنت بالسلام وأسماؤهم تحيا مدى الأجيال. افتقدت كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ملاكا أرضيا من ملائكتها وأحد أهم أعمدتها المعاصرة، الممتلئ بالمحبة للكل والمحبوب من الكل، مثلث الرحمات نيافة الحبر جليل الأنبا هدرة مطران أسوان وتوابعها المكلل بالفضائل، الذي قاد نهضة روحية وتعليمية وتعميرية في أسوان منذ تجلسه، وكان أمينا ومستقيما إلى الموت، فهو بالحقيقة يستحق إكليل الحياة. كامل يوسف، سي تي في. وفي السياق ذاته تنعي أسرة الأرخن الدكتور ثروت باسيلي مثلث الرحمات الأنبا هدرة مطران أسوان. نتابع. صعب أول واحد يتكلم عن حد زي الأنبا هدرة، يعني سيدنا كان أولا زي ما سمعنا من قداسة البابا هو 46 سنة في البرشية. أنا مواليد أسوان، أنا وأخواتي وماما الله يرحمها، ويعني سيدنا جه البرشية كنا أطفال لسه، يعني اتربينا في على ايديه وفي حضنه وفي رعايته. سيدنا من اطيب الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، يعني طيب جدا، وديع جدا، ملائكي زي ما اتقال عنه. وزي ما سيدنا البابا قال ان هو برغم ان كان في مشاكل كان ما كان يقابلها بهدوء شديد وبحكمة شديدة، كلامه قليل، ابتسامته وديعة، عمره ما زعل حد منه ولا زعل من حد. فاكر كان حصل مشكلة زمان على كاتدرائية الملك ميخائيل اللي سيدنا ذكرها في الوعظة. المشكلة دي كانت مشكلة ضخمة، كان في حد مالك للأرض الكاتدرائية وكان يعني عمل مضايقات كده كتيرة للكنيسة هناك وكده، وكان طالب مبالغ ضخمة غير واقعية بالمرة، بس علشان يعني مش عايز يعني يديها للكنيسة وكده. هو ما تسيدنا في كل هذا كنا بنلاقيه في منتهى الوداع، الوقت عمال يقذف على القسط مثلا المفروض يدفع وما تلمش منه حاجة، وتلاقيه برضو هادي بيحاول يلاقي التدبير المالي للموضوع، لف على بعض الكنايس، كان من عفته وودعته ما كانش بيقف هو يكلم الناس عن مشكلة الكنيسة علشان يتبرعوا كده، يعني ما كان بيلف في كنيسة مثلا في القاهرة أو حاجة زي كده. حضرت أنا مرة من دول، فجي صلى وكان معاه أباء كهنة من البرشية هناك في أسوان، وما موقفش هو يتكلم ولا يطلب حاجة من الناس خالص، ساب حد من الأباء الكهنة اللي معاه، حد كبير يعني هناك، هو اللي عرض المشكلة على الناس وبتاع. ما كانش حتى بيقدر يطلب، وهو مش بيطلبش لنفسه، ده بيطلب للكنيسة، ومع هذا ما يطلبش أي حاجة مادية من أي حد خالص. فكان يعني وديع جدا وعفيف جدا، وربنا ينفعنا بصلواته، ربنا ينفعنا بصلواته. احنا اولادك
وعينا على الدنيا لأنك أنت رعينا، ما تنسناش بقى فوق يعني. سيدنا أول ما ترشم كان بابا أول واحد استقبله في مطار أسوان، وربطتنا بيه علاقة قوية سنين طويلة، يعني صعب نقول عددها. كان في كل مرة نتقابل بيبقى عندنا أسئلة كتير، سواء تفسير آية أو موقف من الإنجيل أو كده، وكان الصدر رحب جدا بيرد على كل أسئلتنا من واحنا أطفال لحد ما كبرنا لحد ما اتجوزنا لحد ما يعني بيراعي ولادنا، حافظ أساميهم. يعني هو اللي رشم لي ابني الكبير شماس ومعمده، وجي من أسوان مخصوص حضر فرحي، وحاجات كتيرة صعب جدا الواحد يحصرها كلها. وفضل على اتصال بينا حتى لما بقيت برا، كان حتى برغم فرق التوقيت كان برضو بيسأل علينا. أكتر واحد كان مكالماته بتعزيني بعد بابا ما سافر السماء كان مكالمات سيدنا، وكان دايما باستمرار يسألني على ماما ويقول لي أنا هروح لها علشان شقاء المشوار، وكان يروح ويسلم عليا من هناك وهو عندها كتير. يعني مش عارفة أقول إيه ولا إيه، حاجات كتيرة قوي قوي. سيدنا بيتميز بصفات رائعة عظيمة، فعلا كان ملاك، وكان حبيبه الملاك ميخائيل. دشن قداسة البابا طهرس الثاني يوم السبت الماضي الكاتدرائية الجديدة التي بنيت في دير الشهيد العظيم مارجرجس بالخطبة. هذا وقد شارك في صلوات التدشين عدد من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الحبر الجليل الأنبمينة أسقف ورئيس الدير وعدد من الآباء الكهنة والرهبان. نتابع. دشنوا هذا المسبح بهذا الميرون المقدس على اسم الشهيد العظيم ماري مينا العجيبي والقديس البابا كيرلس السادس في كاتدرائية الشهيد العظيم ماري جرجس في دير الشهيد العظيم ماري جرجس بالخطبة. افز مارو تنشيب ابن فما يسواب امبرك ليتو. في أجواء احتفالية مفرحة دشن قداسة البابا المعظم الأنبا طهرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أحبار الكنيسة صباح يوم السبت الماضي الكاتدرائية الجديدة بدير الشهيد العظيم ماري جرجس في الخطبة. نفرح يا إخوتي في هذا الصباح المبارك بهذا التدشين في هذا الدير العامر، تدشين كاتدرائية الشهيد العظيم ماري جرجس في ديره العامر في برية الخطاطبة. تدشين كنيسة بيبقى ده ميلاد جديد وعيد جديد للدير وللكنيسة نفسها. طبعا معروف تدشين كنيسة معناته تخصيص مكان، وخاصة مكان زي كده رائع وجميل جدا. يوم مفرح طبعا بوجود قداسة البابا، ومن كل قلوبنا بنقدم تحنينا القلبية لحضر صاحب النيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا مينا رئيس الدير وكل أباء الرهبان. والحقيقة كنيسة مرتبة وطقسية بكل ما فيها من معاني روحية وطقسية، حقيقي حاجة جميلة جدا ومشرفة وحاجة تسجل في التاريخ. واضح المجهود الكبير هنا وفي كل حاجة، يعني في التصميمات في كل حاجة. أقول لسيدنا مبروك، يعني مجهود مكلل بالنجاح، ويعيش ويعمر. جهود الأنبا مينا بقاله 15 سنة بيشتغل شغل جامد للدير، والنهاردة إن هي تتكلل بالنجاح وإن البابا يجي ويدشن الكاتدرائية دي حاجة يعني فرحة لكل اللي سيدنا ولكل الرهبان اللي في الدين موجودين في الدير. حملت المذابح الثلاث التي تم تدشينها أسماء أربعة من الشهداء وأب بطريرك، حيث جاء المذبح الرئيسي على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس، والمذبح البحري على اسم الشهيدين الأمير تدرس الشطبي والأمير تدرس المشرقي، والمذبح القبلي على اسم الشهيد ماري مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس. فرحة كبيرة أعرب عنها الحضور بتدشين هذه الكاتدرائية الجديدة بدير الشهيد العظيم ماري جرجس بالخطبة بهذا الشكل والتصميم الرائع.
يوم تاريخي جديد يكتب في تاريخ هذا الدير، دير الشهيد العظيم ماري جرجس بالخطبة، دشن خلاله قداسة البابا المعظم الإمبراطوريوس الثاني هذه الكاتدرائية الجديدة، ليصبح هذا اليوم يوم تدشين الكنيسة هو عيد ميلادها وذكرى تدشينها. كامل يوسف، سي تي في. ومن ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأربعاء نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسنيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، حيث عرض على قداسة البابا عددا من أمور الخدمة الرعوية بالإيبارشية. كما استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأربعاء نيافة الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال اللقاء ناقش الجانبان موضوعات خاصة بالعمل الرعوي بالإيبارشية. كما استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس الأربعاء كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بالشركة وعددا من قيادتها. وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر للطيران في عدة مجالات، حيث وقع البروتوكول عن الكنيسة نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس. وأعرب قداسة البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية، كما رحب بتوقيع بروتوكول التعاون. ومن جهته أعرب التيار عمرو نبيل عن سعادته بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبأن تقدم الشركة خدماتها المختلفة للكنيسة. ألقى قداسة البابا تودروس الثاني عدته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء أمس من المقر البابوي بالقاهرة، وبثت العظة مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية دون حضور شعبي. واستكمل قداسته تأملاته في المزمور 37 التي بدأها منذ أسبوعين، حيث تناول وصية تلذذ بالرب الواردة بالعدد الرابع من المزمور. وبدأ قداسة البابا منذ 4 أسابيع سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذي يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان دروس في الحكمة. ومن ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تودروس الثاني يوم الاثنين الماضي في المقر البابوي بالقاهرة السفير لطفي رؤوف السفير الإندونيسي الجديد في مصر على رأس وفد دبلوماسي، والذي حرص على التعرف على قداسة البابا وتقديم نبذة عن بلاده وتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأشار السفير إلى الاحتفال المرتقب بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا. كما استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الاثنين الماضي سفير جمهورية بروندي في القاهرة السفير شيخ رشيد. خلال اللقاء عبر السفير البروندي عن تقدير الحكومة البروندية للخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر لخدمة الشعب البروندي من الناحيتين الصحية والتعليمية، مشيرا إلى نجاح المدرسة الفنية التي أنشأتها الكنيسة القبطية هناك. ومن جهته أكد قداسة البابا على استمرار الكنيسة في تقديم الدعم التعليمي والصحي للشعب البوروندي. كما استقبل قداسة البابا تودروس الثاني يوم الاثنين الماضي في المقر البابوي بالقاهرة السفيرة منال عبد الدايم القنصل المصري العام في ميلانو والسفير كريم شريف السفير المصري في الدنمارك، وتحاور كل منهما مع قداسته حول عمل الكنائس القبطية في المهجر، وتمنى قداسة البابا لكل منهما التوفيق في مسؤولياته الجديدة. شهد قداسة البابا تودروس الثاني يوم الأحد الماضي حفل التأبين الذي أقامته مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث القبطي لمؤسسها الدكتور فوزي استفانوس، وذلك في مسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقصية في العباسية. نتابع. بحضور قداسة البابا تودروس الثاني، نظمت مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث احتفالية لتأبين الراحل الدكتور فوزي استفانوس مؤسس ومدبر مؤسسة القديس مار مرقس لدراسة التاريخ القبطي ومؤسس قسم التخدير بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية
ورئيس الجمعية الأمريكية لتخدير القلب، وذلك يوم الأحد الماضي بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء وعدد من الشخصيات وأعضاء مجلس إدارة مستشفيات دار الفؤاد والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق. احنا في احتفال مهم، الاحتفال ده احتفال تأبين الدكتور فوزي استفانوس، كان إنسان عظيم وطبيب متميز ومثقف مطلع وإنسان مبدع إلى أبعد حد. كان ليه دور كبير قوي كدكتور تخدير في المستشفيات في أمريكا في مدينة كليفلاند، بالتحديد في كليفلاند كلينيك. كان ليه مساهمات هامة في تطوير عمليات التخدير في القلب، كما أنه هو اللي أسس وأنشأ الأقسام بتاعة التخدير في كليفلاند كلينيك. كان كل هدفه في بداية حياته أن يخدم أبناء مصر في تقديم علاج متميز ليهم، وعشان كده سعى جاهداً أن كليفلاند كلينيك يبقى لها فرع في جمهورية مصر العربية اللي هو دار الفؤاد بفرعيها حالياً. احنا اللي أسسنا المؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ الأرضي في سنة 2000، وعطاني إدارتها قعدت فيها 19 سنة، وكنا أكثر من أخوات. الدكتور فوزي كان مهتم بها جدا، وكنا على اتصال دائم مع بعض، وعملنا مؤتمرات، كنا كل سنتين بنعمل مؤتمر، وأصدرنا كتب عن التاريخ القبطي. أنا النهاردة موجودة هنا عشان أشارك في حفل تأبين العالم القدير الأستاذ الدكتور فوزي استيفانوس، لأنه الحقيقة شخصية متميزة جدا جدا جدا. أي حد عرفه لازم يكون مفتقده النهاردة، لأنه كان صديق وكان أب، كان شخصية قلما يجود بها الزمن. الحقيقة دكتور فوزي استيفانوس هو موسوعة علمية كبيرة جدا في مجال العلوم الطبية بكل فروعها، 84 سنة من الكفاح والنشاط والعمل الدؤوب، أي حد يعرفه تأثر بيه وساب فيه بصمة كبيرة جدا. على الرغم من انشغاله بالعمل الطبي طول عمره، إلا أنه ده ما منعوش من أنه يهتم بالحضارة القبطية ودراسة التاريخ القبطي. اللي تعلمنا منه المصابرة والكفاح طول الوقت، أنه لا يأس، وابتدى من هنا حياته وكافح كتير قوي، وصل لأكبر المراتب العلمية على مستوى العالم، يعني في مجال الطب الكل يشهد له، وفي مجال الكنيسة الحقيقة عمل خدمات كتيرة قوي قوي، وعمل سان مارك فاونديشن، وعلى المستوى الاجتماعي والعيلة هو كان يعني كبير العيلة وكبرنا كلنا، وكلنا افتقدناه بشدة، وكلنا كان هو مرجعيتنا في كل حياتنا في كل حاجة. تضمن اليوم عددا من الكلمات وفيلما تسجيليا عن الدكتور فوزي استفانوس. دكتور فوزي استفانوس لم يكن مدرسة في عالم الطب فقط، وإنما في الحفاظ على التراث القبطي، وأيضا في محبة الجميع، فأحب الجميع وأحبه وكرمه الجميع. من الكاتدرائية المرقوسية بالعباسية، مريم رفعت، سي تي في. أقيم يوم الأحد الماضي بحضور قداسة البابا طوادروس الثاني حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك على مسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. نتابع. بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية في مادة التربية الدينية المسيحية للطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك يوم الأحد الماضي على مسرح الأمبرويس بالكاتدرائية بالعباسية. المسابقة البحثية اشترك فيها عدد السنة اللي فاتت كان تجاوز 45,000، السنة دي يمكن أقل شوية نظرا لظروف كورونا، لكن ده كان ليه مردود رائع إن الأسر نفسها اشتركت مع أولادها في الدراسة، في حل الأسئلة، في عمل البحث، فأصبح ما عندناش 15 أو 20 تلميذ بس مشتركين، أصبح عندنا 20,000 أسرة مشتركة. مصر ورؤية مصر 2030 ورؤية الوزارة إن احنا عايزين طالب معتز بذاته، فخور ببلاده، قابل للتعددية وقابل للتنافسية، فلن يحدث ذلك إلا من خلال الأنشطة اللي شفناها النهاردة والمسابقات اللي موجودة اللي بتنمي
مهارات البحث والقراءة والاطلاع، وفي ذات الوقت كمان تنمي عنده القيم الدينية سواء الدينية المسيحية أو الإسلامية. السنة دي بتختلف عن السنة اللي فاتت أن ضفنا مسابقة للمعلمين والإداريين والعاملين بالتربية والتعليم. الجديد السنة دي أن احنا عملنا المرحلة الابتدائية مسابقة، مرحلة كيجي معها أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي مع بعض، دول مسابقة، ومن سنة رابعة لغاية سنة ستة دي مسابقة تانية. يعني كده أشركنا كل أولادنا الطلاب في المراحل المختلفة. نظراً لظروف كورونا فكان صعب أن المسابقة تتجمع من جميع المحافظات، فكانت فكرة الدكتور عبد الله فكرة رائعة أن قسمنا قطاعات، فكنا أنا مسؤولة عن قطاع الصعيد في تجميع المسابقة زي ما قلت لحضرتك عن خمس محافظات. المسابقة الجديدة السنة دي أن اشترك فيها المعلمين والموجهين، غير أن كان دور الأسرة كبير جداً جداً أن هي بتحل مع الطالب المسابقة في الاشتراك في المسابقة البحثية وكتابة البحث. ابتدينا تبقى المسابقة للمعلمين والموجهين بالإضافة إلى المراحل الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي، ده الجديد. وطبعا احنا كل سنة بنبقى في إضافة يعني أفضل من السنة اللي قبل منها، بنتعلم اللي فات إذا كان في كورونا أو في حاجة تانية تعرضنا ليها بنحاول نحن نتفاداها في السنة اللي بعد منها في المسابقة. استفدت حاجات كتير وعرفت أن أبحث لوحدي وأكتب أبحاث، وماما شجعتني وأختي شجعتني والتصنيف بتوعي. استفدت كتير جدا وقريت في كتب كتير جدا وفتحت على النت مواقع واستفدت معلومات كتير جدا. حضر الاحتفال قداسة البابا طوادروس الثاني والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من المسؤولين بالوزارة، والدكتور عبد الله حنا المنسق العام والمشرف على المسابقة، وعدد من موجهي مادة التربية الدينية المسيحية والطلاب وأولياء الأمور. خلال الاحتفال تم تكريم الطلاب والمعلمين والموجهين ومن هم في سن المعاش الفائزين في المسابقة. تسعى الكنيسة دائما إلى تشجيع أبنائها في مختلف المجالات ومنها المجال الدراسي والبحثي، وذلك لبناء شخصية متكاملة صالحة تجاه المجتمع والوطن. من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مريم رفعت، سي تي في. ومن ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني يوم الجمعة الماضي في المقر البابوي بالقاهرة فريق كشافة المنارة التابع لكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بشبرا ومجموعة المصممين والموسيقيين الذين شاركوا في خدمة ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وخلال اللقاء ألقى قداسة البابا كلمة عن الجذور المصرية القبطية وكيف يرتبط الشاب بجذوره ويستمتع بها، كما قدم قائد الفريق الكشفي ملخصا عن تاريخ الكشافة وخدمتها في الكنيسة. استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني يوم الخميس الماضي في المقر البابوي بالقاهرة عددا من الطلبة المتفوقين والمعلمين من مدرسة المجتمع الإفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي للاجئين السودانيين بالقاهرة للإطمئنان على أحوالهم وتشجيعهم على استكمال تعليمهم. يأتي اللقاء في إطار حرص قداسته على دعم التعليم في مصر من خلال المكتب البابوي للمشروعات الذي ساهم حتى الآن في إنشاء 8 مدارس بمحافظة محافظات مصر ومدرسة للأطفال اللاجئين في القاهرة. كما استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني يوم الخميس الماضي في المقر البابوي بالقاهرة وفدا من دولة رومانيا، حيث قدم لقداسته كتابين قبطيين تمت ترجمتهما إلى اللغة الرومانية. كما دعا الوفد قداسة البابا لزيارة رومانيا والأديرة والكنائس الرومانية. حمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع صورة للصليب بمناسبة الاحتفال بتذكار ظهوره على يد الملكة هيلانا. هذا وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا طوادروس الثاني تحت عنوان التكريس ضرورة واحتياج. أورد فيه أن حياة التكريس هي إحدى مجالات الإيمان العامل. أعلن معهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدء الدراسة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك للعام الدراسي الجديد بالقاهرة وفروع المعهد بالإباراشيات داخل مصر وخارجها. نتابع.
تحت رعاية قداسة البابا طوادروس الثاني الرئيس الأعلى للكليات والمعاهد اللاهوتية ونيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية. يواصل معهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية بالعباسية استقبال طلبات الالتحاق بالمعهد للعام الدراسي الجديد، حيث فتح باب القبول للأباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات وخريج الإكليريكيات والجامعات والمعاهد العليا للالتحاق بمعهد الرعاية والتربية بهدف تطوير مجالات الرعاية المختلفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. المعهد بيذكرنا بأحد الأهداف الأساسية في تجسد السيد المسيح وهو التعليم. السيد المسيح كان بيعلم في أي وقت وفي أي مكان. ومدرسة اسكندرية اللاهوتية اللي أسسها ماري مرقس الرسول ما كانش ليها مكان في البداية ثابت، ولكن حيث يوجد المعلم فيوجد المدرسة. والنهاردة المعهد باسم الصليب غير الحاضرين عمل 60 فرع أونلاين، فحيث يوجد الإنترنت يوجد معهد الرعاية. المعهد كمان بيطبق المقولة اللي بتقول تعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. سنة أولى بيدي جرعة حلوة جدا لمواد كتيرة جدا، ويجي في سنة تانية يدي التخصص كل شيء عن شيء، بقى يدي عمق للقادة عشان خدمتهم هكذا. أنا دارس في المعهد، طبعا معهد الرعاية والتربية أنا سمعت عنه. دخلت المعهد رغم أن أنا كاهن دي لفترة كبيرة، لكن حقيقي مدى الاستفادة فيه كان قوي. ليه؟ لأني إداني أبقى باحث مفكر مبدع متجدد في الفكر، لأن نتيجة الخدمة الواحد الفكر شبه متكرر، فده دي بيديني إن أنا إزاي أبقى متجدد في فكري من خلال المعلومة عشان أقدر أواكب العصر اللي أنا فيه كراعي. استفدنا حاجات كتيرة، إزاي نتعامل مع بعض، إزاي نختلف، والخلاف بينا يفضل خلاف ما يتحولش لاختلاف كبير يعني، وإزاي نحل مشاكل، وتعلمنا أكتر عن سيكولوجية بعض ولغات بعض سواء في الحب أو في التعامل، وإزاي بنتعامل مع المشاكل، وإزاي نقدر ندير البيت سواء ماليا أو عامة بيننا في الخلاف أو في مع أهالينا أو الحياة الجديدة اللي احنا بننشئها بما أننا ما عندناش خبرة في ده. فهم عرفونا حاجات كتير احنا ما كناش نعرفها، والناس كتيرة خدت وقت طويل قوي عقبال ما عرفتها، فاحنا خدناها يعني بصورة مكثفة قوي في الكورس، يعني تنور لنا بداية الطريق عشان خاطر نبدأ بداية ألطف. اكيد احنا برضو الفكر اختلف برضو اكتر في الدوره من خلال المحاضرات اللي احنا خدناها هنا مع الاساتذه. فكر الجواز او الارتباط او الخطوبه يعني كان الاول طبعا افكار تانية مختلفه غير اللي احنا في الكورس، يعني وضح لنا امور كتيره، نور لنا حاجات كتيره في دماغنا اصلا. زي ما برضو مونيكا ما قالت يعني من شويه، حطينا على الطريق الصح ان احنا نقدر نكمل حياتنا بطريقه صح. يعني بقى لي فتره طويله بدرس في معهد الرعايه، حصلت على دبلومه من سنة 2012، وقدرت إن أنا كمان دراسات عليا أخذ الماجستير. الماجستير بتاعي كان عن أسباب انخفاض أعداد الشباب في اجتماعاتهم الروحية، ونشكر ربنا توصلنا فيها النتائج جميلة كانت مثمرة، سواء كان في مع الآباء الكهنة في اجتماعات فيهم ولا اجتماعات في الكنائس. قدرنا نوظف الماجستير بشكل عملي جدا وواقعي جدا في اجتماعات كتيرة في الكنائس. والدكتوراه في الوقت الحالي أنا بحضرها، واخده بركة تحضيرها، ماشي على نفس الخط برضو اللي يخص الشباب، عن الشباب ودور الكنيسة وتحديات العصر الحالي، وزي الكنيسة قادرة إن هي تقف وتساعد الشباب علشان يواجهوا تحديات العصر الحالي. وتستعد قاعات معهد الرعاية لاستقبال الدارسين الجدد، حيث تبدأ الدراسة بالمعهد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم بالقاهرة وفروع المعهد بالإبرشيات داخل مصر وخارجها. يقدم معهد الرعاية والتربية فكر رعوي متطور بما يتناسب مع متطلبات العصر لإعداد الأباء الكهنة والخدام والشباب في حقل الخدمة. من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مريم رفعت، سي تي في. ومن ناحية أخرى، عقدت اللجنة العامة لمهرجان الكرازة المرقسية اجتماعا للتحضير لمهرجان عام 2022 تحت شعار عيشوا بالسلام، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. حضر الاجتماع نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وشارك في الحضور عبر شبكة الإنترنت نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى
أسقف عام الشباب. نتابع. اجتمعت صباح يوم الجمعة الماضي بقاعة البابا أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اللجنة العامة لمهرجان الكرازة المرقسية لتحضير لمهرجان عام 2022 تحت شعار عيشوا بالسلام، بصلوات قدسة البابا المعظم الأنبا طادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورعاية وحضور أونلاين نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة. احنا في مهرجان الكرازة 2022 اجتمعت اللجنة المركزية للمهرجان يوم الخميس 26/8 ومع الأباء الأسقفة والأباء الكهنة ومجموعة كبيرة من الخدام والخادمات المنسقين المهرجان. اللجنة المركزية عددها كبير، واتفقوا بعد مداولات كتيرة ومناقشات أن يكون شعار المهرجان 2022 عيشوا بالسلام، كورنثوس الثانية 13/11. احنا اجتمعنا قبل كده في اللجنة التحضيرية في دير الملاك، والنهاردة بيعتبر أول لقاء تحضيري اللجان كلها مجتمعة، كلها بتناقش هذه المحاور اللي اتحطت في كتيب أصدرته الأسقفية تحت عنوان عيشوا بالسلام. وفي الآخر اللجان بتجتمع وبتحضر المادة الروحية والمادة العلمية والمادة الثقافية، كل اللجان والمادة الرياضية وجميع المسابقات هي بتلتف حول الشعار ومحاور الشعار لكي ما نصدر خلال 15 يوم بإذن الله جميع الكتب الدراسية الخاصة بمهرجان 2022. شهد اليوم كلمة لنيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل بحضور خدام لجان مهرجان الكرازة المختلفة، ثم اجتمعت اللجان منفردة للبدء في التحضير ووضع المناهج والمسابقات المختلفة. جديد في المسابقة الرياضية السنة دي احنا ضفنا مسابقة عدو 100 متر، تمام، بنين وبنات لمرحلة سنية من 2012 و2013 و50 متر 2003 و2004 للبنين والبنات. ضفنا بنفكر نضيف مسابقة وزن طويل برضو للمراحل الابتدائي. ده اللي لغاية الوقت لسنا خدنا فيه قرارات. دور كبير تقوم به أسقفية الشباب لخدمة كل شبابها عن طريق مهرجان الكرازة الذي يأتي في عامه الجديد تحت شعار عيشوا بالسلام، ليتماشى مع ما يدور في العالم من أحداث تحتاج منا أن نعيش بالسلام. كامل يوسف، سي تي في. نظمت لجنة المؤتمرات بإباراشية البحر الأحمر المؤتمر 11 لخدمة المرحلة الإعدادية تحت عنوان الله الشافي، وذلك بهدف تصحيح مفاهيم الألم والمرض والشفاء، حيث أقيم المؤتمر بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها يومي السبت والأحد الموافقين 18 و19 من سبتمبر الجاري. وفي السياق ذاته نظمت لجنة المؤتمرات بإباراشية البحر الأحمر على مدار 3 أيام من 21 إلى 23 من الشهر ذاته المؤتمر 11 لخدمة شباب المرحلة الثانوية بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة تحت شعار زمن الحب. كما قام نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر برسام الدفعة جديدة من أبناء مدرسة الشمامسة برتبة أبسالتس، وذلك يوم الأحد الماضي في كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين بمدينة سفاجة بمشاركة أباء الكنيسة. بعد الفاصل نلتقي وأخبار المهجر، تابعونا. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيو أسقف هولندا القداس الإلهي يوم الأحد الموافق 19 من سبتمبر الجاري بكنيسة الشهيدة العظيم مارجرجس والشهيدة ديميانا بهولندا، وخلال القداس قام نيافته وأتم طقس رسامة شمامسة جدد للخدمة بالكنيسة ذاتها. نتابع.
صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم ماري جرجس والقديسة ديميانا بمدينة أوتريخت بولندا، وبحضور أباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وعدد كبير من شعب الكنيسة. وعقب صلاة الصلح رسم نيافة 30 من أبناء الكنيسة شمامسة في درجة الإبسلطس والأغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها. النهاردة كان يوم مبهج ومفرح هنا في كنيسة ماري جرجس وقديسة ديميانا في أوتريخت. احتفلنا برسامة مجموعة من الشمامسة، بعضهم في درجة الإبسلطس وبعضهم في درجة الأغنسطس، وبرضو بعد القداس احتفلنا بتخريج دفعة من فصل إعداد خدام، وبمناسبة بداية خدمتهم بقى في الموسم الجديد لأطفال مدارس الأحد، فرحنا بتشجيع الأولاد، ويعني بياخدوا طاقة وياخدوا شحنة روحية عشان يخدموا ويبقوا شمامسة ملتزمين ومنتظمين ويبقوا خدام في مدارس الأحد مثمرين ومجتهدين. فرحانين برسامة عدد من الشمامسة لدرجة الإبسلطس ومجموعة تانية لدرجة الأغنسطس، وكمان في فرحة كبيرة أو موجودة في كنيستنا ديميانا وماري جرجس النهاردة، هي تخريج أول دفعة من لإعداد الخدام. عدد ولاد وبنات جمال جدا، 22 ولد وبنت اتخرجوا بعد ما درسوا سنتين في إعداد خدام، أخذوا فيها طقس وتاريخ كنيسة وكتاب مقدس ومواد كتير جدا، وكانت فرحة كبيرة جدا يتخرجوا النهاردة عشان يقدروا يخدموا الفترة اللي جاية. زي ما سيدنا قال، الشباب الصغير بيقدر يتواصل مع الأولاد الصغيرين بسهولة، ومدارس الأحد بيبقى التواصل بينهم من خلال اللغة ومن خلال كمان السن قريب أفضل. عاوزين نشكر سيدنا الأنبا أرساني اللي هو جه النهاردة بنفسه وسلمنا الشهادات بنفسه، وإحنا مبسوطين قوي إن إحنا ننزل نساعد في مدارس الأحد. وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان كيف تقرأ، وعقب صلاة القداس قام نيافته بتسليم شهادة التخرج لعدد 22 من الدارسين في فصل إعداد الخدمة بالكنيسة، وسط فرحة كهنة وشعب الكنيسة. من كنيسة ماري جرجس والقديسة ديميانا بأوتريخت هولندا، كان معكم ناشو فرانسيس، سي تي في. احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بولاية كونيتيكات الأمريكية يوم السبت الماضي بنهائي مهرجان الكرازة لإبراشية نيويورك ونيو إنجلاند، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ديفيد أسقف إبراشية نيويورك ونيو إنجلاند والأباء كهنة الكنيسة والمشاركين في المؤتمر من مرحلة الحضانة وحتى الجامعة. بعد الفاصل نلتقي أخبار الكنيسة في الصحافة، تابعونا. أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا الصحفية من موقع جريدة وطني، ونقرأ يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري تحت عنوان البابا تودروس يكلف الأنبا بخوم أسقف سوهاج برعاية إبراشية أسوان. كلف قداسة البابا تودروس الثاني نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوم أسقف سوهاج بالقيام بدور النائب البابوي لإبراشية أسوان إلى أن يدبر الله أمرها. جاء ذلك خلال ترأس قداسته ظهر يوم الثلاثاء الماضي لصلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا هيدرا مطران أسوان بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الذي رقد في الرب بعد صراع قصير مع المرض. ونقرأ أيضا من موقع جريدة البوابة نيوز يوم الأحد الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري تحت عنوان الأنبا بخوميوس يقدم التهنئة بالعيد القومي لمحافظة البحيرة. زار نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية يوم السبت الماضي اللواء هشام أمنا محافظ البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة. وخلال الزيارة أكد نيافته على روح المحبة التي تجمع أبناء المحافظة في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بجهود التنمية التي
تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات لتوفير حياة كريمة للمواطنين. من جانبه رحب اللواء هشام أمنا بالأنبا بخميس مؤكدا أنه ذات قيمة وقامة في أعين الجميع. إلى هنا انتهت حلقتنا، بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين. الكنيسة القبطية تودع مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان. قداسة البابا طوادروس الثاني يدشن كاتدرائية مارجرجس بديره في الخطبة. بحضور قداسة البابا حفل تأبين الدكتور فوزي استفانوس بمسرح الأمبرويس. ختاما مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.